السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن المسلسل الاسطوري نهضه السلاجقه، المسلسل اللي قدر يحافظ على الصداره طوال حلقات عرضه كامله، حرفيا مفيش اسبوع فقط في الصداره، وتقريبا لاكثر من 3 ارباع المسلسل كان دايما الصداره فوق 10 والريت بتاعه فوق 10. فهو مسلسل اسطوري جدا، معلم معانا بشكل كبير، اداء رائع من جميع الممثلين، اخراج فوق الروعه، والقصه برضو كانت رائعه، فما فيش حلقه حرفيا الا وكانت مليئه بالاحداث، واحداث مشوقه مش احداث حشو. حتى الحوار فيه كان سري جدا، وكان حوار ذو قيمه، مش حوار اهبل وخلاص وملوش لازمه، لا كان حوار ذو قيمه، وهنا الموضوع بيفرق قوي. على مدار المسلسل ظهرت شخصيات قوية جدا وشخصيات شريرة، وبرضو الأداء التمثيلي رائع جدا. طبعا هو المسلسل للأسف انتهى، والثلاث مواسم اللي جايين من المسلسل ده يا إما هيبقى بنفس الاسم يا إما هيغيروها لنهضة قلب أرسلان أو اسم آخر أيا كان، لسه ما أعلنوش عنه. ولكن الثلاث مواسم اللي جايين إن شاء الله، ده كلام رسمي وكلام أكيد، هيبقوا عن يعني نهضة قلب أرسلان، هيبقوا عن السلطان قلب أرسلان. طبعا هو ابو الفتوحات، وهو يعني لو شفنا عظمه ملك شاه هو المفروض ان هو اكتر واضعف اضعافه، ففي عصره اصلا هم فتحوا كل الدول اللي هم فيها دي، وفتحوا الدنيا كلها زي ما هم بيقولوا. ولكن يعني كانت مسيره يعني سلطان ملك شاه جم بعدها. انا من رايي ان المنتج طبعا قلب ارسلان حصلت فتوحات كبيره جدا في عهده وفي عصره، عشان كده كانت تكلفه الانتاج وضخامه الانتاج هتبقى عاليه جدا جدا. فده من وجهه رايي انا، من نظر انا، لكن مش ده مش كلام رسمي، لكن ده بقول تحليلي للي حصل. هم لقوا ان هم هيعملوا ميزانيه ضخمه جدا لمسلسل قلب ارسلان، فعشان كده بداوا بمسلسل نوعا ما ميزانيته اقل تكلفه من مسلسل نهضه قلب ارسلان وهو ملك شاه، ومنها يجسوا نبض الشعب التركي ويجسوا نبض المشاهدين والمتابعين. هل المسلسل هينجح ولا لا؟ ولو نجح فخلاص هيخاطرهم ويعملوا قلب ارسلان اللي هو هيبقى مليان فتوحات ومليان انتصارات، فتقريبا كل حلقه هنشوف فيها حرب ونشوف فيها قتالات، فالميزانيه هتبقى عاليه. ولو فشلوا فتبقى تكلفه الانتاج كانت ضئيله وما خسروش في نفس الوقت حاجه كبيره، ولكن بالفعل المسلسل حقق نجاح ساحق بمعنى الكلمه، فالنجاح مبهر ويستاهل بالفعل ان هو يكون مسلسل قوي جدا ومسلسل عظيم، ويستاهل ان هو ياخد من احسن مسلسلات الموسم. دلوقتي خلاص يعني الحكايه خلصت ونهوها بشكل حلو جدا، فهو نهو السلطان ملك شاه مش بموته، انا توقعت ويعني كنت متخيل ان هم هينهوه بموته ويبدا بقى الصراعات بعده، ولكن ما نهوش بده، فهو نهوه بانتصار ملك شاه على كوفال وفتح كوفال، ونهوه بحاجه حلوه ونهايه تعتبر نوعا ما سعيدة. فنهو نهاية حلوة ونهاية قوية برضو بنفس النظام، ما كانتش نهاية ضعيفة خالص، فالنهاية كانت قوية وكانت مفرحة وكانت مبهجة، وخلاص كل واحد من أبناء السلطان في مكان وقدر أنه يحتوي التركان وغضبها، وخلاص المفروض عصر جديد، العصر اللي جاي كله هتبقى صراعات بقى. فالنهايه كانت قيمه جدا وعجبتني جدا جدا يعني. غير بقى ان على مدار المسلسل شخصيات قويه، من اكتر الشخصيات اللي عجبتني في المسلسل ودي حاجه هتصدمكم هي شخصيه زبيده. فزبيده على الرغم من ليه بقى بقول ليه؟ على الرغم من ان ليها ابن الابن ده ليه صراع على الحكم، الا انها مفيش موضع او حاجه الا وخدت القرار الصح للدوله، وما خدتش قراراتها على حسابها الشخصية أو على حساب ابنها زي تركان. ليه بقول إنها من أفضل الشخصيات؟ لأن كان ليها نقيض، نقيضها كان تركان، فأنت تشوف رد فعلها ورد فعل تركان، تصرفاتها ورد تصرفات تركان، هتشوف مدى عظمة شخصية زبيدة. فمن أكثر الشخصيات اللي عجبتني شخصية زبيدة، لأنها زي ما قلت كانت قوية جدا وكانت دايما بتعمل لصالح السلطان ولصالح الدولة. طيب دلوقتي إن شاء الله يعني إن شاء الله الأيام اللي جاية بس مسلسل الحفرة يخلص واللبخه اللي تخلص اللي حواليه، هنعمل هبدا سلسله عن المسلسل ده، هتكلم فيها عن شخصيات المسلسل، مراحل تطور شخصيات المسلسل، اخطر شخصيات عجبتني ايه، اخطر المشاهد اللي عجبتني ايه، ده هتبقى سلاسل ان شاء الله قدام طول 3 شهور الاجازه. فانا معاكم في 3 شهور الصيف دول هنتكلم ونبدا فيهم عن مسلسل نهضه السلاجقه، وفي نفس الوقت عن مسلسل الحفره فيهم. الحلقه الاخيره كانت قويه بشكل كبير جدا، ف 18 دقيقه من الابداع، مشاهد قتاليه مبدعه طلعها لنا المخرج بشكل قوي جدا، اداء رائع لجميع الممثلين، والاخراج كان بتاعه رائع جدا، فمن احسن 18
18 حلقه في المسلسل كلهم، احسن الحلقات اللي شفتها الموسم ده تقريبا. الاداء فيها كان عالي جدا، المشاعر فيها كانت عاليه جدا، فبصراحه يعني شابوه لصناع العمل، مسلسل يستحق. يعني اللي ما شافوش اتمنى ان انتم تشوفوه. لكن دلوقتي السؤال بقى، مين اللي هيعمل قلب ارسلان؟ مفيش اي تاكيدات، كلها كلام على الورق وكلها كلام لسه، يعني ملوش اي تاكيد. يعني ايه حته فولو، عملت فولو المنتج، عمل فولو الممثل، الممثل الجو ده كله، يعني ما فيش في تاكيد لحد دلوقتي. حتى في الاعلان الترويجي شخصيه الحاج اللي هو ممثل كبير جدا محمد هو اللي موجود، بس ما جابوش من هو قلب ارسلان. فالكلام كتير جدا، يا اما بارش يا اما انا توقعي ممثل بورا هيستمر في المسلسل بدول قلب ارسلان، وده اتمناها. وليه بقول كده؟ لان بورا نزل يعني ستوري على انستجرام بتاعه وهو شعره طويل وكاتب لودينج، يعني هيعمل مسلسل حرب جديد كده ولودينج، انتظروا يعني من الاخر. فانا اتمناها ان هو اللي يعمل شخصيه قلب ارسلان. ممكن تبقى صعبه ولكن تمشي عادي، يعني مش شرط، يعني في بتحصل كتيره، وهو يستحق لان الكاريزما عاليه، تحس ان هو سلطان في نفسه كده بالفعل، لايق على الدور من الاخر. اما بارش هتبقى مخاطره كبيره جدا، خصوصا ثلاث مواسم. انت لو عملت لي الممثل بورا من الاول هو ملك شاه او قلب ارسلان زي ملك شاه كده، عادي تمام هتقبلها، انما مش هقدر اتقبل ان انت تجيب لي ممثل يعني ايه وتغيره بعد موسم او موسم تاني او في نص الموسم ايا كان. مش بقلل من ممثل بارش، ممثل بارش اداؤه عالي جدا ويعني عنده كاريزما كويسه وكل حاجه، ولكن انا مش قادر اشوفه في دور قلب ارسلان وكاريزما قلب ارسلان العاليه، وخصوصا مع الممثل محمد اللي هيبقى رفيق ضربه اللي هو الحاج نظام الملك. اتمنى لو هو اتمنى يبقى الاداء عالي منه، ولكن هنشوفه وهنحكم وفي الانتظار. ولكن زي ما قلت انا توقعي هيبقى هو بورا، واتمناها يبقى بورا. بس زي ما قلت ده كل اقدر اقوله لان المسلسل خلص، ما عادش فيه بقى واجه انتقادات او وجهات نظر او ايا كان. الحلقه كانت اسطوريه، المسلسل نفسه كان اسطوري، في انتظار المواسم اللي جايه. ولكن زي ما بقولت انتظروا مني بقى سلاسل كامله كده عن المسلسل ده، عن الشخصيات واهم الشخصيات اللي فيه زي ما قلت، وعن اهم المشاهد واحسن المشاهد، وحاجات حلوه هتعجبكم باذن الله. وده مش على نقطه السراجيكا بس، لا ده كمان على مسلسل بورا، لان بصراحه المسلسل ده وشخصيات المسلسل ده يستاهلوا ان احنا نقف عندهم، ونقف عندهم بشكل كبير ونعمل حلقات مخصوص عنهم. فانتظروني ان شاء الله، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت تقولوا رايكم ايه في الموسم في الكومنتات، وتوقعاتكم لشخصيه قلب ارسلان هتبقى مين هي. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. ويا ريت لو تعمل لايك اهم حاجه للحلقه، وشكرا ليكم جدا، يعني فقد وصلت يعني مليون مشاهده على اليوتيوب، فده حاجه كبيره جدا، انا ممتن جدا ليكم، وشكرا ليكم مره اخرى، واشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. وطبعا انتظروا اللايف، يعني اللايف هيبقى تقريبا بعد نزول الحلقه دي بوقت قليل جدا باذن الله، واشوفكم الحلقه الجايه.